تم المباشرة بمشروع التطوير الأمني بنصب كاميرات حرارية وفيديوية لقضاء الدور وتشمل جميع المناطق، وعدد الكاميرات تقريبا 28 كاميرا تغطي مساحة الدور بالعموم من حمرين إلى دجلة. حقيقة أنه نهيب بالمواطنين الكرام التعاون مع الأجهزة الأمنية، وهذه الكاميرات حقيقة لرصد الجرائم وتحقيق الوضع الأمني المستقر، يدل على أن المواطن أصبح بوعي أمني مثل ما يقول، ويساعد الأجهزة الأمنية في رصد تحركات المجرمين والسراق. وبموضوع آخر، أطلب من قيادة شرطة صلاح الدين برفض مكاتب مكافحة الإجرام والمخدرات والاستخبارات بالعجلات، كون أن ضباط المكافحة ليس لديهم عجلات ويتحركون بعجلات مدنية، والعجلة تعتبر هيبة الدولة في التحرك على الثغرات الأمنية وملاحقة المجرمين. ضابط المكافحة الآن يتحرك بسيارته الشخصية، وهذا ما يعني مثل ما يقول هذا مخالفة قانونية وقضائية بهالموضوع هذا.